وينضم إلينا مراسلنا من باريس الزميلة بلقيس النحاس، وأيضا من واشنطن ينضم إلينا زميلنا عمر محمد. أهلا وسهلا بكما. أبدأ من باريس، بلقيس، ما هي ردود الفعل الإيجابية أو الإشارات الإيجابية بمعنى أدق التي حصل عليها الأوروبيون من إيران ليقولوا بأن ربما أجواء إيجابية ستنفتح بين كل الأطراف؟ بالفعل موضوع الاتصال الذي حصل بين الإيراني وبالإضافة إلى ماكرون الرئيس الفرنسي خلال اليومين الماضيين، يبدو أنه كان هناك بعض المناقشات والمفاوضات على أن تجلس إيران مع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، اتفاقية 2015. طبعا كما ذكرتم أن الاتفاق الذي كان قد تسعى إليه الحكومة الفرنسية مع شركتها ألمانيا أيضا وبريطانيا وأمريكا بقيادة جو بايدن، أن يكون هنالك إدانة لإيران خلال الفترة القادمة، ولكن هذا القرار تبعا للمبادرات التي أظهرتها إيران أو البوادر الطيبة التي تريد أن تحسن على ما يبدو الآن وأن تفتح الطريق إلى أن يكون هنالك حسن مبادرة ووضع الأوراق مرة أخرى على الطاولة للتفاوض من أجل الالتزام بشروط الاتفاقية التي كانت في عام 2015. كما نعلم أنه خلال الفترة الماضية التي كان يتزعم فيها في عهد ترامب خلال الأربع سنوات الماضية، جعل التوتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا أيضا إيران من أن تتهرب من كثير من التزاماتها ضمن هذه الاتفاقية، وتصاعد الأزمة الآن خاصة عندما حاولت إيران أن تمنع دخول المفتشين الوكالة الذرية. اليوم على ما يبدو الاتصال الذي جاء بين رئيس روحاني وبالإضافة إلى ذلك إيمانويل ماكرون قد أبدأ آثاره. يجب أن نعلم خلال الفترة الأوقات القادمة كيف سيكون الاجتماع وعلى ماذا ستقوم إيران، ما هي البوادر التي ستقوم بها إيران، ولكن إظهار إيران النية الحسنة للجلوس والتفاوض هو بادرة حسنة الآن. إضافة إلى ذلك، من الممكن إيران أن تمدد حوالي 3 أشهر لمفتشين الطاقة الذرية للتواجد في إيران خلال الفترة القادمة. على عمر مراسلنا في واشنطن، يبدو من الصعب حتى الآن أن نفهم ما هي حقيقة الموقف الأمريكي. من جانب الأوروبيون يقولون أن إيران تقدم إشارات إيجابية، الأمريكيون يوافقون على هذا، وبنفس الوقت هم يشتكون من إيران التي قصفت قاعدة عين الأسد في العراق بالأمس. كيف يتفاعل الموقف الأمريكي بين هذين النقيضين؟ أهلا علاء. بذن أنتوني بلينكن الليلة الماضية كان على شاشة PBS الأمريكية وتحدث عن أن الولايات المتحدة لن تذهب ليس فقط باتجاه رفع العقوبات، وإنما حتى تخفيف العقوبات. ليس من المرجح إن لم تذهب إيران للالتزام بكافة بنود اتفاق 2015 التزاما صارما حسب ما أشار الرئيس بايدن. وتحدث أيضا في ذات الوقت أن الطريق ما زال طويلا أمام إيران لتري المجتمع الدولي التزامها ببنود هذا الاتفاق، وأن إيران ما زالت تمضي باتجاه خاطئ. هذا التصريح جاء بالتزامن مع إلغاء مشروع القرار الدولي لتوبيخ إيران. لكن هنا الولايات المتحدة تريد أن تري المجتمع الدولي أنها تتحرك في إطار المنظومة الدولية، وأن إدارة بايدن هي ليست إدارة دونالد ترامب السابقة. لهذا تذهب الولايات المتحدة والسياسة الخارجية الأمريكية باتجاه ما تذهب إليه E3، وهي مجموعة ألمانيا فرنسا وبريطانيا، بهذا الصدد، بصدد إيران. إلا أن هناك مخاوف جلية في الولايات المتحدة من اكتشاف اليورانيوم، آثار اليورانيوم بثلاثة مواقع. في ذات الوقت الولايات المتحدة تفهم جيدا أن إيران تحاول جرها من خلال استهداف بعض المواقع الأمريكية في العراق، سواء كان في أربيل أو عين الأسد. أنتوني بلينكين كان واضحا مرة أخرى، قال أن الولايات المتحدة فيما يتعلق بالهجوم الصاروخي الأخير على قاعدة عين الأسد سترد في الزمان والمكان المناسبين ضد أنشطة إيران الخبيثة. الولايات المتحدة
هنا أيضا الإدارة الأمريكية إدارة بايدن تقع تحت ضغوط الجمهوريين وبعض الديمقراطيين الذين يدفعون إلى عدم العودة للاتفاق النووي مع إيران دون التزام كامل من إيران ودون إعطاء أي تنازلات تتعلق برفع العقوبات أو حتى تخفيفها. لك على عمر محمد مراسلنا من واشنطن وأيضا بلقيس النحاس مراسلتنا من باريس، شكرا جزيلا لكما.